السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم رمضان جميل، يا سلام الدنيا هي وما في أحد مروق. قرية عبد الصور الصبح، فين الصبح؟ دخلنا على 12 ونص الدور. anyway معايا سيارة أودي تي تي، اللي نفسه أو زي حكايتي عجبته مرة الأودي آر 8 اللي تقريبا تعتبر الشقيقة مرة من اللامبورجيني الأوراكان، وحابب ما عنده ميزانية وحابب يكون ياخذ الاودي الار 8، يعني دايت عليها، عاملين له دايت جامد وبيبي ار 8. ها فهذه هي السياره الاودي تي تي. قبل ما نخش مواصفات السياره دي، السياره هذه نوعا ما غريبه شوي، هذه يعتبر ثالث جيل منها على 2016. اول جيل كان حليوه بس ما يعني فيه، كان له شويه اشياء كذا ما كانت حبته الناس كثير. ثاني جيل تحسن بكثير مره، وثالث جيل هذا متوقع له حيكون افضل بكثير من اول. قوه السياره دي طبعا للاسف هذه اللي عندنا الفئه الموجوده هنا دفع امامي. قوة السيارة دي ان جاي سيارة كومباكت صغيرة مرة ويدفع رباعي في نفس الوقت. خلينا اليوم ناخذ يعني ايش، خليكم معنا اليوم وحناخذكم في السيارة بالتفصيل الممل عليها قد ما نقدر. زي ما كنت بتكلم على البيبي ار 8، بيبي ار 8 2016 عاملين فيها شغل مره حلو. قوه السياره دي جايه لنا دفع رباعي شاصيه كومباكت، يعني كرسيين زائد بنش صغير ورا، ما اقدر اسميها اربع كراسي ولا حتى 2+2، هي كرسيين اللي قدام واللي ورا تبغى تحط شنطه لابتوب، تبغى تحط كيس مقاضي، عندك بيبي صغير في السبت حقه في الكرسي حقه، هذا اخره. الفئه حقت السياره دي شويه غريبه لانه كانت يعني متزعمه متصدرتها، اللي كان يبغى سياره صغيره اوروبيه سيفتي عالية، أداء رياضي، تترمي في أي مكان، صغيرة توقف في أي مكان، صرفية بنزين ما عالية، 4 سلندر 2000 سي سي توربو 230 حصان، 6 نمر تبترونيك، الجير بوكس الدي اس جي. فكانت في نفس الوقت أحيانا يكون في عندهم يجي ثلج يجي أمطار في أوروبا، فيبغى سيارة دفع رباعي في التماسك والرساوة، غير من سيارة ألمانية مشهود لها. طبعا كل السيارات الأوروبية غالبيتها او يعني كلها يمكن مشهور لها دائما حكايه يمكن اسعارها اغلى شويه بحكم انه الار ان دي ريسيرش اند ديفلوبمنت، الفلوس المدفوعه في التكاليف حقه التطوير وال حقه البحوث والتطوير بتكون دفع مبالغ طائله. طبعا الشركات دي فاتحه ما عشان تخسر فلوس، فاتحه عشان تربح فلوس، على بتديك سعر اصغر يمكن غيرهم، مثلا اليابانيين يديك اكبر، الامريكي يديك اكبر واكبر، بس هنا بديك يمكن اصغر مقابل الرساوه والصلابه والثبات والفرامل والارباقات والحفله اللي حيتكلم عنها فيه. طبعا سياره فخمه، اودي علامتها اربع دوائر. ايش يعني اربع دوائر؟ كان زمان اسال الشباب ايش يعني اربع دوائر دي؟ يقول لي يا اخي والله هذه علامه الاولمبياد، وتعمل الاولمبياد خمسه دوائر يعني خمسه قارات تلاقي ربنا، هذه اربع دوائر. هذه اربع شركات اندمجت، الاوتو يونيون وهورش، وهذا حجيب لكم اسمائها. الاربع شركات لما اندمجت مع بعض من قبل 100 سنه تقريبا، فطلعت علامه الاودي لاربع دوائر. فاللي يشوف الدوائر هذه الله يسلمكم، يعني اربع شركات حطت يدها في يد بعض وعملت شغل جبار وطلعت لنا بسيارات رائعه على مدى 100 سنه. الاودي ملاحظ عليها يمكن في العشرين سنة اللي فاتت يعني ابتدت تبدع، كانت من زمان فيها في البورش 911 بنت عمها، والاودي الكواترو في الراليات يعني كانت في بينهم حرب ضروسة. الاودي الكواترو الخمسة سلندر يعني كانت بطلة من ابطال العالم، بدعت يعني طلعت كلمة كواترو فوق هام السحب زي ما يقولوا من ثباتها ورسواتها. ايش يعني كواترو؟ كواترو باللغة اللاتينية الالمانية الايطالية هذا معناتها اربعة، فمعناتها دفع رباعي. فخليكم معنا اليوم وحنفرجكم على السيارة هذه من 0 ل 100 في 5 ثواني و2 من 10 تقريبا، والكشف 5 ثواني و6 من 10، لأنه الكشف خذوا بالكم كلامي واضح، ها الكشف على قد انه الناس تشوف انه وزنه اخف لأنه السقف راح، فعادة الكشف اثقل لأنه في بيتم تصفيح المناطق الثانية كلها الاي بيلر واخر السقف من ورا عشان يدي صلابة لو لا سمح الله انقلبت السيارة والقوة الالتوائية حقت البودي. مين منافسين للسيارة دي؟ سعريا الموستنج والكامارو بديك يمكن اكيد طبعا سياره اكبر، بديك عزم اكثر،
بس ما هي في رشاقة الغزلان حقة السيارة دي، وخصوصا ايش الكواترو، ما هي في سهولة التوقيف حقها في كل مكان، ما هي في نفس الثبات والرساوة. الامريكي ميل شوية انه ترمي على قولهم ترمي طارة والكفرات تحرق والسيارة تخش بالعرض، هنا لا، تاخذ الملفات بالهندسة الألمانية بالمسطرة بالملي، يعني ما تاخذ ملف يقول لك اوتوبان مفتوح على سرعة 250 كم في الساعة، الدولة الوحيدة في العالم ألمانيا، هذه تسوي لكم اياه. عندنا منافس من ناحية تانية شوية، النيسان 370 زي اكس، ودي كمكن ممكن تديك اداء رياضي حلو مختلف بشكل تاني مختلف، برضه رشيقة وحلوة السيارة. عندك يمكن اقرب لها شوية تكون الكيمن البوكستر، خصوصا لما حنزلوا الاربع سلندر منها، والمرسيدس الاس ال كي، البي ام دبليو الزي 4 او الفئة الثانية، سعريا اقرب للسيارة هذه. خليكم معنا اليوم ونديكم حاجة صغيرة. طبعا لما عملت المشاهد الفيديو حق حياتك تهمنا وطلعت السيارة دي كيف تمسك الدركسون، كثير يا اخي حرام اتقي ربنا ليه ما جبت لها السيارة. اوه يا اخوانا اللهم اني صايم دون رمضان وحرام واتقيت ربنا وجبت لكم السيارة. مشكورة شركة سماكو جننتهم لان اخذت منهم السيارة، فخليكم معنا اليوم. زي ما احنا شايفين الله يسلمكم، الاودي اول ما ابتدت من زمان في لمبات ال اي دي الراعي اللي قدام اللي ابدعت فيها، خلينا نقول مو بالضروره يمكن اول واحده ركبتها بس اول واحده ابدعت فيها. عندنا الله يسلمكم الدايركت فيول انجكشن، عندنا توربو 4 سلندر 2000 سي سي، طبعا الماكينه مشتركه بينها وبين اخواتها وبنات عمها في الجروب العملاق حق شركه فولكس واجن. شرحت لكم قبل كده انه الماكينه هذه حطها مثلا 2 صار 8 سلندر 4000 سي سي توين توربو، حجيك اودي اس 8 او تجيك مثلا بنتلي، حطها 3 مكاين صارت ماكينه البنتلي 12 سلندر، حطها 4 مكاين لصقها في بعض كده طبقها في بعض، حتطلع معك ماكينه البوغاتي. فيعني هذا الشبل من ذاك الاسد، 8 4 سلندر توربو 230 حصان ترى رائعة، وفي نفس الوقت صرفية البنزين حلوة. طبعا هذه الداشبورد السيارة الطبلون زي ما احنا شايفينه وريتكم هو. الان شوي حنتكلم على بعض التفصيل الاضافي في العدادات هنا. عندنا سلمكم هنا، خلينا ناخذ هنا، عندنا زر حق الاوتو الفينجر بريك مسمينا الفرمله بصباع زر اهو. عندنا هنا حق تشغيل السيارة تطفيتها في صرفية البنزين التوفير. عندنا هنا الماوس اللي هي الكمبيوتر باللمس كمان طيب وبالحركة. عندنا هنا المنيو هنا تطلع منه. عندنا هنا النافيجيشن، للأسف ما في نافيجيشن عند السيارة. عندنا راديو، عندنا الميديا، عندنا التليفون، عندنا زر التشغيل والاطفاء حق السيارة. عندنا هنا حق التحكم في صوت الراديو. عندنا هنا التكييف جاي بشكل ظريف جدا، طالع مثلا كيف تتحكموا فيها، التحكم نفسه وعين لمس. ومن هنا الله يسلمكم المراوح مثلا وبعدين عندكم هنا الاتجاه حق المروحة التكييف، يعني مثلا اقلل المراوح وبعدين اتجاه نفسه اطلع الهواء اتجاه فوق يمين شمال تحت بالشكل ده، فانه تقعدوا تلعبوا طول اليوم توزنوا يمين شمال يمين شمال. اظن كنا صغار كلنا دائما نحب نلعب في كل الازرار اللي قدامنا، فاللي غاوى الزرير يقعد يلعب فيها يقعد طول النهار يلعب. عندنا هنا طبعا خلينا نجي على العداد الاجمل، الشاشه بصراحه معموله من جوا زي كريستال رائع جدا. فعن طريق الماوس عندنا التليفون الله يسلمكم، عندنا الميديا، عندنا الراديو، عندنا الصوت وتحكم في الساوند سيستم، وعندنا السياره. طبعا هذا مثلا شوفوا في صرفيه البنزين، شورت تيرم ميموري، لونج تيرم ميموري، ذاكره الرحلات القصيره الطويله، اليوم والتاريخ والعداد ما شاء الله 300. طبعا ما حجيب السياره دي 300، في نوع منها ثاني رياضي اكثر يسموه تي اس او تي تي اس، هذاك اللي هو يجي 265 حصان. طبعا مع انه الماكينه توربو وقلنا الاساس يعني نطلع منها لغايه يعني 1200 حصان وممكن تطلع اكثر في البوغاتي، ففيها الاستعدادات الكامله. العدادات هنا كمان شوفوا طالعوا تحت حق البنزين كيف والحراره جايه تحت بشكل جدا ظريف. عندنا هنا الله يسلمكم برضو باقي العدادات اللي وريتكم هي. عندنا هنا طبعا معمول بشكل رياضي انه هنا عشان واحد ما يخبط رجله تحت في السواقة الرياضية مقصوص، وفتحات من هنا من هنا من هنا، منها الشكل الجمالي ومنها تخفيف الوزن، يعني مراعين انه تخفيف الوزن في كل حاجة. وعندنا هنا الله يسلمكم ايش يعني الدرجة واحد حاطط تحط في اي شيء. هذه مساحة الله يسلمكم الكرسي الخلفي اهي، يعني واضحة تماما. طبعا عندنا هنا كمان هذا الله يسلمكم حق الاوتو باركينج، السياره توقف نفسها بنفسها. شوفوا هنا الاوتو باركينج عشان واحد يوقف. طبعا انا حسب الغماز شوف الغماز يديك الاشاره يمين او شمال تبي توقف، فهمتوا علي كيف الله يسلمكم، ويمين او شمال ومع الريفرس. وعندنا هنا
الزر الثاني حق الباركينج سنسورز، الجناح الخلفي، الغمازات، فصل جهاز التحكم في التماسك، فصل جهاز التوفير في البنزين عن طريق الوقوف في الاشارات، ودرايف سيلكت. تبغى السواقه حقتك رياضيه دايناميك، ايش تبغى نوع السواقه حقتك؟ الله يسلمك، عفوا هذه كمان ايش تبغى وضعيه السواقه حقتك؟ التوفير في البنزين، مريحه، اوتوماتيك يتعدى نفسها، او دايناميك او انديفيديوال اللي هي انت تحط حاجه على ذوقك. عندنا حتى بلوتوث هنا عشان تشبك التليفون على الجهاز السمعي حق السياره عشان ما تتاخذ مخالفات، وباقي التحكم على الزرير هنا. كاميرا الله يسلمكم 245 ال 35 19، فجاي الكفرات هنا، جاي هنا الكفرات الله يسلمكم، انها مفتوحه رياضيه، وزن خفيف، بتصميم حلو، وفي نفس الوقت طبعا 245 على 35 بروفايل منخفض شويه، بس 245 بحاول اعوض شويه فما يكون مره منخفض. طبعا بكل بساطه في ضريبه شويه سعر رياضيه زي دي في شوارعنا الحرير. مشكله المان في التصميم حقهم، وده مو عيب فيهم، هم ده عيب فينا احنا، انه شوارعهم حرير ناعمه، فهم متوقعين ان كل شوارع العالم ناعمه وحرير، بس مش الحقيقه يعني. لكن طبعا اعتقد بشاري سياره رياضيه بيكون عامل حسابه شويه في الحفر المطبط مش اكثر من كده. هذا الله يسلمكم مفتاح السياره، شو هو ناعم وظريف ولطيف، فتح قفل شنطه، علامه اودي اللي زي ما قلت لكم الاربع دوائر الاربع شركات هي موجوده هنا. شيء حلو وفعلا ناعم، يعني تحسوه مفتاح راقي بصراحه، ما فيها كلام يعني. في عندنا مساحة لا بأس فيها هنا، صغن طوطة، في عندنا كرسيين الخلفية تطبق لورا، وفي غطا يعني حتى عاملين زي الروتسترز، الغطا حق العفش جاي من ورا كده بطول السقف. عندنا ستارة هنا كمان خلفية ثانية، خلينا يعني نقول في أحسن أحوال سارة رياضية بمساحة صغيرة للمقاضي تأدي الغرض، وكرسيين خلفية كمان إضافية. طبعا عندنا هنا كلمة 45 اللي هي طلعوا بمعامل غريب شويه شركه اودي، بدل كلمه 2000 سي سي طلعوا بحاجه خنفشاريه، ما اكذب عليكم يعني، هم حاولوا يقنعوني وعندهم منطقه الالمان في الارقام بس ما دخلت دماغي، فخليني اقول 45 يعني 230 حصان، احفظوها انتم كده وخلصونا. وعندنا هنا التوربو دايركت فيول انجكشن كلمه تي تي، والحاجه جدا حلوه ورائعه الفرامل هنا، خط الفرامل الاحمر اللي حاطينه بدل ما كان فوق نزلوه لتحت، شكله رائع. بعد اذنك ممكن تضرب لي فرامل؟ حنوريكم كده الحين، شوفوا كيف شكله، هاي شوفوا كيف نورت شويه، شكلها جميل. ما اعرف اذا باينه الحين في النهار، لكنها ان شاء الله حنوريكم هي في ليش في لما ندخلها في الجراج بعدين. ما شاء الله على قد انه اربع سلندر الان احنا في السياره، جربنا السياره ما شاء الله تبارك الله، تسارع عنيف على قد انها سياره صغيره. خليني دقيقه ارجع من السبور. سياره صغيره اربع سلندر 2000 سي سي توربو 230 حصان، بصراحه سياره جباره يعني، ما شاء الله حتى بتفحط شويه وبتدي زي ما يقولوا ايش اداء رياضي حلو. الان ايش هي ميزات التيبيكال الالماني المعتاد من الالماني؟ ساره صلبه، ساره قاسيه، فيها التعليق حق الزكي بحيث انه يكون ناعم وفي نفس الوقت يكون مثلا رياضي، فرامل لا يعلى عليها، ثبات ممتاز، رساوه. فاللي جاي للخلطه السريه حقت السيارات الالمانيه، صلابه، رساوه، سرعه عاليه، ثبات، امان، كله موجود. ارباقات ما شاء الله يعني سارة قد كده، وارباك قدامي هنا، وارباك قدام اللي جنب السواق، وارباك اهو كلمة اساس ارباك من هنا لهنا، يعني حفلة ارباكات. لانه دائما هذا اللي عجبني في الالمان، حكاية انه السلامة جدا مهمة. الاوروبيين عموما
السلامة مهمة جدا عندهم، وبعد كده تخش يعني أشياء تانية كتير معهم. هل السيارة رخيصة؟ لا ما رخيصة، في لها منافسين كثير، في لها منافسين كثير. السيارة نتكلم على سعر 190 ألف ريال لحوالي 217 ألف ريال كمواصفات وكأسعار وكديسكاونت. السيارة طبعا جلد زينون LED، عدادات إلكترونية واضحة ديجيتال من أجود ما يمكن، موديل 2016. عندهم كمان أظن 3 سنين صيانة، وعلى بعض السيارات 5 سنين صيانة مجانية. كراسي خلفية يا دوب حق اطفال صغيره مره، لكنه ما شاء الله قاعد قدام بستمتع بالسياره، حابب فيها استمتع. ايش فيها شيء ثاني؟ طبعا برا شفت لها اوبشنز اكثر من هنا، منافسين في السوق كثير. اذا تبغى 8 سلندر عندك الكامارو والموستانج، اذا تبغى الماني ثاني حتكمل على الله يسلمك المرسيدس اس ال كي، البي ام دبليو زد 4، او حتى الفئه الثانيه. وعندك قلنا مرسيدس ال كي، وعندك البورش الكيمن أو بوكستر الماكينة الصغيرة، وحتى سامع إنه بورش هانفورد كان إنه قبل فترة حنزلوا 4 سلندر كمان، فهذا برضو حاجة تانية. ختاما أتمنى تكون عجبتكم السيارة والتجربة. سيارة كتكوتة صغيرة، ما في شيء تشرح كثير غير اللي حابب ينطرب وينبسط في الملفات. أحلى شارع تسوق في السيارة دي لو عندك طريق على جبل أو في ملفات كثير. شوي أجيب الكاميرا ثانية معي. لو عندك الله يسلمك طريق على جبل وفي ملفات كثير، هتستمتع في سواقة السيارة دي. فراملها مرفع لها قبعة. ختاما أشكركم متابعتكم لتجارب تانية كثير. كل عام بخير ورمضان كريم برحمة الله سبحانه وتعالى، ونشوفكم في تجارب تانية. شكرا لكم. طبعا احنا الان جوا السياره، حاولت اطفي كل الانوار. السياره فيها لمبات خارجيه اماميه وخلفيه وداخليه، هي الوحده تستشعر الضوء في الظلام. فهذا الله يسلمكم، احنا الحين مطفين كل شيء، طالعوا هذا كل شيء مطفي، والسياره ما شاء الله يعني ايش منوره. خلينا نشغل النور الله يسلمكم الان خارجي. اوكي هذا النور الخارجي، شوفوا الحين الارضيه نورت. المسند اليد هنا من فوق كله عفوا اللي هو محل مسند اليد من فوق كله منور. عندكم هنا تحت كمان منور ما شاء الله، عامل اضاءه زي الليزر. يعني مو بس LED، من اجمل ما يمكن شركه اودي، من اجمل ما يمكن في التصاميم وفي الامور حقتها هذه. يعني فعلا شيء جدا جميل وشيء جدا ظريف. حتى هنا الله يسلمكم طالعوا الكونسول من تحت منور، طالعوا كيف. وعندكم هنا على اليسار في حفله اضاءه داخليه، يعني في حاجه السياره حلوه احنا في لما تيجي تقفل السياره تقوم تديك زي نبضه القلب، دق 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 كذا تسوي. خليني ما اعرف سويناها زبطت معانا. سامعين هذا دد دد دد، هذه يعني نبضه قلب حقت الاودي انها تنبض بالحياه، وهذه علامه التي تي هنا. شوف الله يسلمكم، فعلا حركه جميله.